هو ليه جيمس جان استبدل الممثل هنري كافيل بممثل جديد؟ وايه بقى الاخبار اللي ظهرت مؤخرا حوالين هنري كافيل، وهو ان هنري كافيل هيكون متواجد في فيلم سوبرمان اللي جاي؟ طيب بعد الخبر ده بقى خلينا نقول في امل بقى كده ان هنري كافيل يرجع مره تانية؟ خلينا نعرف كده في فيديو النهارده كل حاجه بالتفاصيل. بس الاول كده لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على كل عشان يوصلك كل جديد، واهم حاجه ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام يلا نبدا. خلينا الاول كده نرجع وقت عودة الممثل هنري كافيل مرة تانية لدور سوبرمان، وعشان يظهر معانا اخيرا في فيلم بلاك ادم كتمهيد على عودته مرة تانية، وان بعد عودته هيكون في فيلم او جزء تاني من مان اوف ستيل، وكمان كنا هنشوف فيلم تاني لبلاك ادم وهو بلاك ادم ضد سوبرمان. ولكن فجأة كل ده حرفيا بيتبخر مع قدوم جيمس جان وقت ما بيمسك رئاسة استوديوهات دي سي. وتقريبا كده بعد اسبوع من اعلان عودة هنري كافيل بينزل منشور ان هو بالفعل ترك الدور ده ومش هيرجع ليه مرة تانية. ولكن لما بتيجي هنا تراجع المنشور بتلاقي انهم عرضوا عليه دور تاني ولكن هنري كافيل رفض. بس غريب في الموضوع هو ايه الدور اللي كانت عرض على هنري كافيل ولكن هنري كافيل رفضه؟ ده اللي ممكن نيجي ليه كمان شوية. المفروض هنا جيمس جان استغنى عن الممثل هنري كافيل علشان خاطر عاوز يجيب ممثل اصغر في السن، وده علشان خاطر يقدم معانا شخصية سوبرمان في سن اصغر، وبنكتشف بعدها ان الموضوع مقارب جدا للممثل هنري كافيل. طب ليه يا عم جان؟ ما انت كان عندك ممثل اسطوري ومحبوب جدا، ليه تعمل معاه كده؟ الغريب هنا انه جاب ممثل حرفين شبيه جدا بالممثل هنري كافيل، ولكن خلينا نقول انه اصغر في السن، يعني من الاخر كده نسخة مصغرة من الممثل هنري كافيل. طب ايه بقى اللي يوصل جيمس جان انه يعمل كده وانه يستغنى عن هنري كافيل مع انه في النهاية راح جاب ممثل شبيه جدا ليه؟ غير كمان ان انت كان عندك ممثل حرفيا محبوب في الدور بتاع سوبرمان، وهنا كمان لو كان في ناس معارضة على شخصية سوبرمان بتاعت الممثل هنري كافيل بسبب السوداوية بتاعته، فممكن حاجة زي دي كانت اتعالجت مع المخرج جيمس جان، وكان في النهاية يقدم لك الشخصية اللي انت محتاجة تتقدم على الشاشة لشخصية سوبرمان. بس هنا في النهاية خلينا نقول كده ان جيمس جان حب يجيب الموضوع كده من الصفر ويبدل الممثل تماما. فاللي بيتضح كده من جيمس جان انه من الاخر عاوز يقدم شخصية سوبرمان بشكل مختلف تماما عن شخصية سوبرمان الاستثنائية وهو السوبرمان هنري كافيل، واللي كان واضح من كلام جيمس جان قبل كده في بودكاست انه عاوز يقدم شخصية سوبرمان في العالم السينمائي الجديد بطريقة مشرقة، وكمان يكون محبوب وودود بشكل كبير. يعني من الاخر كده انت تشوف سوبرمان تحبه، تحسه كده انه شاب مطيع وخلوق جدا. طب ما هو بكل سهولة كان ممكن جيمس جان يعمل كده في الممثل هنري كافيل، وكان فعلا هيعمل الدور ده بشكل كويس جدا. الموضوع ما كانش هيكون صعب على جيمس جان، ولكن من الاخر كده شخصية سوبرمان اللي هتتقدم معانا في العالم السينمائي الجديد مع جيمس جان هيكون مختلف عن الممثل هنري كافيل. يعني انت هنا لو من محبي سوبرمان هنري كافيل ما تستناش انك ممكن تشوف اسلوبه مع سوبرمان ديفيد كورنسويت. وهنا بقى اللي يخلي جيمس جان يستغنى عن هنري كافيل كسوبرمان بسبب انك مش هتتقبل سوبرمان بالاسلوب اللي جيمس جان هيقدمه مع الممثل ديفيد كورنسويت. يعني بكل بساطة كده الاسلوب اللي هيتقدم بتاع سوبرمان مع الممثل ديفيد كورنسويت مختلف تماما عن اسلوب سوبرمان هنري كافيل. وعلى فكرة احب اقولك هنا ان جيمس جان حرفيا عمل واجب كويس جدا مع كل محبي سوبرمان هنري كافيل، وده لان انت حبيت الشخصية دي بالاسلوب بتاعه اللي اتقدمت بيه مع زاك سنايدر والهيبة بتاعته اللي بتظهر على الشاشة. فاعتقد حاجة زي دي كانت ممكن ما تكونش افضل حاجة لو كان في النهاية سوبرمان هنري كافيل كان اتقدم مع جيمس جان. ده اللي وصل في النهاية ان جيمس جان يستبدل هنري كافيل بممثل تاني يظهر معانا في عالم دي سي السينمائي الجديد، وده علشان خاطر جيمس جان ياخد راحته شوية في تشكيل شخصية سوبرمان زي ما هو عاوز. علشان ده بقى يوصلنا بعد كده لخبر غريب شوية، وهو ظهور هنري كافيل في فيلم سوبرمان اللي جاي اللي هيكون تابع لجيمس جان. الموضوع غريب انا عارف، بس استنى بس كمل معايا. بعد ما كلنا شفنا التسريبات اللي ظهرت من موقع تصوير فيلم سوبرمان واللي اتكلمت عليها هنا على القناة، من ضمن التسريبات دي بنشوف تسريب مهم جدا جدا، هو خاص بالفيلم بتاع الفيلم، واللي انا برضو مصمم على رأيي ان هو الترامان او هو نسخة من سوبرمان ايا كان بقى هيكون تحت مسمى ايه.
الغريب هنا بقى في الموضوع ان الاخبار اللي اتكلمت على ان هنري كافيل متواجد في الفيلم بتاع سوبرمان اللي جاي هي نفس الاخبار اللي قالت ان بالفعل الشخص اللي هيعمل نسخة سوبرمان الشرير هيكون هو هنري كافيل. فزي ما قلت لك كده ان الموضوع غريب شوية، ولكن ماذا لو جيمس جون عاوز يعوضنا عن سوبرمان الشرير اللي المفروض كنا نشوفه في النايت مير في احداث الجزء الثاني من الجاستس ليج زاك سنايدر، وان هو هنا اختار هنري كافيل علشان يعمل معانا السوبرمان ولكن شرير، ونفترض مثلا انه الترامان. فالخبر هنا في كلا الاحوال غريب، ولكن ده ما يمنعش ان هنري كافيل هيرجع في مستقبل الخطة بتاعت العالم السينمائي الجديد. بس بالرغم من ان الخبر ده انتشر وحصل عليه جدل كبير، لان خليني اقولك كده ان الشخص اللي كان في الصورة مش هو هنري كافيل. من الاخر كده الشخص ده هو بالفعل نسخة من الممثل ديفو كورنسويت او سوبرمان، ولكن في النهاية هيتحول ويكون شرير. واكبر دليل على انه نسخة انه هو برضو نفس الطول بتاع سوبرمان الممثل ديفو كونسويت. علشان بقى بعد الكلام ده وصلنا للسؤال اللي سألته من شوية، طب يا ترى بقى ايه الدور اللي كان اتعرض على الممثل هنري كافيل وهنري كافيل في النهاية رفضه؟ فبعد الخبر ده ما استبعدش بصراحة كده ان اتعرض على هنري كافيل ان يلعب دور الشرير وهو الترامان. ولو قلت لي طب ليه الدور ده، هقول لك ان لو شخصية الترامان هتكمل في العالم السينمائي الجديد يبقى كده الشخصية دي هتكمل معانا لفترة طويلة. كمان لو شفت اللقطات بتاعت النايت مير اللي اتقدمت معانا في السنايدر فيرس، حرفيا هنري كافيل كان ليه هيبة انه يقدم دور الشرير لشخصية سوبرمان. واللي انا شايفه هنا بما ان جيمس جون عاوز يقدم ديفي كونسويت على انه يكون كيوت وحبوب، فاكيد كان متردد انه يعمل منه نسخة شريرة، علشان كده اختار ان الممثل هنري كافيل يكون هو النسخة الشريرة من سوبرمان. ولكن هنا في النهاية هنري كافيل رفض من الأساس الفكرة، لأنه هو في الأساس كده مش حابب يلعب دور تاني في دي سي غير دور سوبرمان. اللي أنا من وجهة نظري بصراحة شايف إن هو يليق عليه أي حاجة، لأنه هو من ضمن الممثلين اللي هو ممكن يلعب أي شخصية وفعلا الشخصية هتليق عليه، زي ما هو دلوقتي المفروض متواجد في عالم مارفل السينمائي. ولحد دلوقتي سمعنا اكتر من كذا شخصيه المفروض الممثل ده هيلعبها، تلاقي برضو في النهايه فانز مارفل بترحب بيه باي شخصيه ممكن يلعبها في العالم السينمائي الخاص بعالم مارفل. طيب بما ان الخبر ده من الاساس كده ما كانش في حد مصدقه، ممكن بقى في يوم من الايام هنري كافيل يرجع مره تانية لدي سي ويلعب شخصيه سوبرمان؟ خليني اقول لك ان دي ليها حاجتين. اول حاجه كده لو عالم جيمس جان وقف او فشل في الحاله دي، ممكن دبليو بي تحاول ترجع او تكمل رؤيه زاك سنايدر. انا هنا مش عاوز اديك امل على حاجه زي دي، بس ده اللي انا شايفه من وجهه نظري انه ممكن يحصل، وده في حاله فشل العالم السينمائي الجديد. وانا بصراحه من وجهه نظري مستبعد حاجه زي دي. الحاجه التانيه ان عالم جيمس جان ينجح ويكمل زي ما هو، وبعد ما حاجه زي دي تحصل هيفتح بعد كده المالتيفيرس، اللي انا شاكك اصلا ان الموضوع ده هيحصل في بدايه العالم السينمائي الجديد، واللي بعدها ممكن نشوفه مره تانيه من كون اخر بزي سوبرمان، زي ما حاليا كده مارفل بتعمل وبترجع الممثلين القدام مره تانيه بالادوار بتاعتهم. لان كمان كان واضح من كلام جيمس جان ان هو حرفيا عليه ضغوطات كبيره جدا، وده بسبب قراراته. ومعلش يعني انه يمشي واحد بحجم هنري كافيل وهو كان عارف انه محبوب جدا، دي في حد ذاتها مش في صالح جيمس جان. ازاي يعالج المشكله دي؟ علشان خاطر يعالج المشكله دي ويخفف الضغوطات، حاليا كده في تلميحات كتيره وايستر ايجز تخص شخصيات وغيره في فيلم سوبرمان اللي جاي، ممكن هنا جيمس جان يعمل برضو تلميحات زي دي عن العالم السينمائي القديم. ايا كان بقى جيمس جان ممكن يعملها ازاي، لكن يتضح معانا كده من التلميحات دي ان جيمس جان مش ناسي العالم السينمائي الجديد، وممكن بالفعل يرجع منها الشخصيات. وفي الاول وفي الاخر برضو ما تنساش ان جيمس جان عمل سوفت روبوت مش روبوت كلي، وده عشان يقدر ياخد الاعمال او الشخصيات اللي هو عاوزها من العالم السينمائي القديم، وده المفروض برضو نفس اللي هيحصل مع عالم مارفل السينمائي بعد السيكريت وورز. سوفت روبوت من ضمن الحاجات اللي تسهل الدنيا على جيمس جان ان هو ممكن يعمل حاجة زي دي، وده طبعا اللي اتضح معانا بشكل كبير جدا لما شفنا كده ان في شخصيات من العالم السينمائي القديم انضمت معانا للعالم السينمائي الجديد.
ولكن عرفنا ان الاعمال بتاعتها مش كانون. عشان كده بقولك وارد جدا ان في شخصيات تانية من العالم السينما القديم تنضم معانا للعالم السينما الجديد، وعلى رأسهم هنري كافيل. ايا كان بقى الطريقة اللي هيتقدم بيها في العالم السينما الجديد. برضو قصاد ده كمان حابب افكرك مرة تانية من كلام جيمس جان ان هو بعد ما يبني العالم السينما الجديد هيبتدي يرجع مرة تاني للعالم السينما القديم بتاع دي سي علشان خاطر يبتدي ان هو يصلح فيه. بصراحة بعد حاجة زي دي ما استبعدش ان هو بالفعل ممكن يرجع لأعمال زاك سنايدر مرة تانية. فدي كلها حاجات بتأكد معانا ان الشخصيات بتاعت العالم السينما القديم مش هتتنسي. الشخصيات دي هتتقدم معانا مرة تانية في العالم السينما الجديد ولكن في المستقبل. بس كده يكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وبيس.